عليكم من جديد في هذا الجزء. باش نرجع نحكيوا على الامر الحكومي المتعلق بمنع النقاب في المنشات والادارات والمؤسسات العموميه. في هذا السداد يسعدني اني نستقبل كل من عادل العلمي رئيس حزب تونس الزيتونه. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. يحضر معنا ايضا عماد دغيجه القيادي في مبادره ائتلاف الكرامه، اهلا وسهلا مرحبا بك. ويحضر معنا وليد جلاد القيادي عن حركه تحيه تونس ونائب عن كتله الائتلاف الوطني. مساء الخير، اهلا وسهلا وشكرا على استضافتك. مرحبا بك. نقاش كبير، جدل كبير حول الموضوع هذا نفتتحوه بعد تقرير لزميلتنا هاجر جلاسي. أعاد قرار الحكومة بمنع ارتداء النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة الجدل بشأن الحرية الشخصية وحرية اللباس وسط حالة من الانقسام بين مؤيداً ورافضاً للخطوة هذه. رئيس الحكومة كان أمضى مرسوم تحت عنوان حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرة الهيكل العمومية يمنع بمقتضاه كل شخص غير مكشوف الوجه من الدخول. جاء القرار بعد عمليتين إرهابيتين، وحسب الرواية اللي كذبتها وزارة الداخلية أنه أحد منفذي العملية قد استغل النقاب كأداة للتخفي. وعلى الرغم من عدم تقديم رئيس الحكومة تفاصيل المنع ولم يتم استخدام كلمة النقاب تحديدا بل كل شخص غير مكشوف الوجه، إلا أن القرار أثار ردود فعل متباينة. ما عنده حتى علاقة بالحريات من الشخصية من متاع التوانسة، عنده مقصد من أمني ينجم يكون ما حتى صيغة التنفيذ متاعه أنه صيغة من متاع أنت تحب تدخل أنا كي ترعيش خلي نشوف وجهك مرأة راجل إلى آخره وبرا توكل على ربي. أنه تأكد معناها بريد على الشك أنه إخفاء الوجه في دولة تحارب الإرهاب يعني تسمح للناس اللي يمكن يكونوا إرهابيين أنهم هما يخطيوا وجههم وبذلك يأخذوا سب على قوات الأمن. الموضوع ما يتقلقش بالحرية الشخصية، يتعلق بمسألة طابع أمني، وفي كل الحالات أعتقد أنه في برشا دول من العالم ولات المسألة هذه زادة موجودة وهذه طبيعية. بدورها اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان لطيفة الحباشين القرار مبرر بمقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وأن الدستور سمح بالحد من الحريات وفق مبدئي التناسب والضرورة، بالرغم من اقتناع الأغلبية بالوضع الاستثنائي وحالة الطوارئ اللي تمر بها البلاد واللي تمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية وسعي البعض وخاصة من النواب إلى توسيع مجال هذا المنشور ليشمل الفضاء العام، إلا أن جهات أخرى قابلت القرار بالرفض الشديد ونعتبر مرصد الحقوق والحريات أنه قرار مسقط إيديولوجيا ودعا سلطات لعدم الاعتداء على حرية اللباس والمعتقد. نحن في دولة مسلمة وهذه شعائر دينية وواجبات شرعية وجب التمسك بها، كلفنا ذلك ما كلفنا، ونعد التونسيين بأن هذا القانون ومثله سيسقط كما سقطت عدة قوانين. العجميل وريمي نائب عن النهضة صرح بأنه يدعم جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن، لكن القرار هذا ليس بالحل، خاصة وحسب قوله بأن الاستراتيجية الأمنية أظهرت فعاليتها دون الرجوع للممارسات القديمة. الموضوع تسعت رقعة الجدال فيه والحديث عليه من داخل تونس وخارجها، رغم أنها مش المرة الأولى اللي يطرح فيها حظر إخفاء الوجه، إذ قدمت كتلة برلمانية في 2016 مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العمومية. وأيد مفتي الديار السابق حمد سعيد وقتها وقال أنه لولي الأمر الحق في تقييد المباح، إذ رأى في ذلك مصلحة راجحة منها حفظ النفس من المخاطر. مواقف مختلفة حول الموضوع هذا، نبدأ بموقفك ورأيك في الموضوع هذا عادل العلمي رئيس حزب تونس الزيتون. عبرت عن استغرابك ورفضك لهذا القرار، وقررت رفقة بعض النشطاء رفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد. خلينا نفهم منك التفاصيل وعلاش سبب رفضك لهذا القرار، هل لواعز ديني أم من باب الحفاظ على الحريات كما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك ومرحبا بالحضور والمشاهدين الكل. انا ماذا بيا كيما مستانس نبدا بآية قرآنية، على خاطر احنا الموضوع نتاعنا ديني شرعي وربما ما عندي سخرينة حقوقي. انا عن نفسي نتكلم باسم التوانسة المسلمين في دولة الإسلام هذه، وبالتالي يلزمني نستشهد بآية قرآنية من كلام الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هنا فما زوز أعراف في الأمة الإسلامية، ناس في الأمة نحكي علماء الأمة يوجبوا النقاب وخاصة في حالات،
وجمهور من يعني الأمة يقولوا لا ما هوش واجب مستحب. لكن ونعلق باش نواصل بالحديث الشريف، وقت اللي المرأة ولا المرأة المسلمة التونسية تختار إنها تلبس النقاب لن يمنعها حد، وليس لأحد أن يمنعها ويعني يكشف وجهها أو يمزق ملابسها كما كان يصير في عهد المخلوع والمقدور. حبيت نثني، قلنا قال صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن استثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في الحرم في الإحرام ما تلبسش النقاب وما تلبسش قفازين. لماذا؟ لأن المخيط والمفصل ممنوع، وقالوا أهل العلم تسدل يعني على وجهها. هذا الدين شكو به نجي تقول لا إيش نشوفوا احنا وضعيتنا في تونس. التعلة الأمنية ضاحلة وباطلة وكاذبة، ومنتصور حتى واحد ما عاد ينجم يقولها ويتبناها، خاطر باش يولي يكذب ويتحرى في الكذب. باهي احنا تواصلنا مع امنيين وكذا كذا، اش تقعد؟ تقعد القضية، انا قلت سميته معناه مراهقة سياسية، وربما تسويق نفسه للغرب، ومعناها ربما الناس اللي بترضى عليه كان ما يضرب الدين وكان ما يتحرش بالإسلام والمسلمين. ورينا تفاعل هذاك أذناب فرنسا ومشاريع فرنسا في تونس، ولا وصار إسهال. أستاذ عبد العلمي، هوني مش نتفاعل معك، تقول أنت أنه منع المسألة هذه في المقرات العامة لدواعي أمنية هو باطل، لكن في نفس الوقت القرار طبقته عديد الدول اللي مرت بنفس الفترات الحساسة اللي عاشتها بلادنا. ما هوش خصوصية تونسية، ما هوش خصوصية تونسية، وهوني نحكيه على مصلحة عامة وعلى أمن بلاد كاملة، ما نش نحكيه على كل فرد على حدة. هذا ليس حقيقة، ونقول لك حتى كشف الوجه بالنسبة للمرأة والبنية التونسية بتدخل لا يعني أي موظفة أنها تكشف وجهها وتدخل تقضي معناها قضيتها مش مشكلة. احنا صنعنا مشكل من لا شيء، ويعني عبارة بطولة عملها رئيس الحكومة، وهي زوبعة في فنجان فقط. هو يؤذي بنات تونس المسلمات ويؤذي بذلك الله ورسوله. أنا والله نتمنى وأرجو إنه يتراجع كما قال الباجي قائد السبسي شاهد العقل، يرجع شاهد العقل ويقول لا يا خلي، كان القضية أمنية وتقارير أمنية وثم مؤسسة وكذا وفما ربما توصية، والله نجادوا الموضوع ذي ما فماش. ورد بالك آخر حاجة نقول لك، الإرهابي ما يلبسش نقاب، علاش؟ كي يلبس نقاب يوري تحت المجهر ويتضايق، يمكن يلبس كما نعرفش انا سي عماد كما وليد جلاد ربما كما سي مغلاء. كانك قاعد تحكي على معطيات امنيه يعني، وكانك خليني بعيد على امثلتك. هاو باش نجيوها محمد، نجيوها محمد في قلب امثلت. لا 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 خليك معايا توي نعطيك كلمه لمحمد بعد شوي. الارهابي ما ينجمش يلبس نقاب، علاش؟ كانك تحكي انت بمنطق امني وكانك على حوزه معطيات امنيه، وقت اللي احنا شدنا في بلدان العالم الكل. سامحني سي عبد العالمي، في بلدان العالم الكل شفنا اعتماد على لبس النقاب في تنفيذ مخططات من هذا النوع. وفي تونس مش صحيح، نقولها ونعاودها، ونتمنى على كل ما عاش يعاود يقولوا راه مربوط بالنقاب. جايتك وليد، لحظه بقى، تفضل محمد. يعني بعض الافكار بشكل سريع، انا نظن انه السيد عادل العلمي ينتحل صفه لا يملكها. انتقل. لا رجاء انا واصل ونعطيك الكل، واستمعت لك قلت خليني بعيد قطعا بغاية الاحترام. بارك الله فيك، ما طالب منك إلا أنك تسمع. أنت قدمته على أنه رئيس حزب، ما حكيش جملة على الحزب متاعه، قال موضوعنا ديني شرعي. برنامجنا هذا موش الدين والحياة، راه هذا برنامج سياسي. قال نتكلم باسم التوانسة المسلمين، شكون وكلك؟ شكون فوض له باش يحكي باسم التوانسة المسلمين؟ أنت جيت لهنا تحكي بصفتك السياسية، وهذا هو الدهاء والمكر في تحويل النقاش من نقاش سياسي إلى نقاش ديني، ويبدالك بالقرآن ويستشهد بحديث، وأصلا يستشهد هو بآية فيها في القرآن. نحيلك فقط على تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور للآية اللي أنت استشهدت بها، مش نرمي كلمة هكاك ونوهم التوانسة أن المسألة محل إجماع. الحجاب أصلا تاريخيا
كان يتلبس للتمييز بين الحرائر والجواري. ومعروف الحادثة بتاع سيدنا عمر وقت اللي لقاه جارية لابس الحجاب قال لها أتتشبهين بالحرائر؟ مش هذا نقاشنا. مش مقبول انتحال الصيفة وفي أنك تحب ترد المسألة دينية ما عنده حتى معنى. النقاش سياسي ووصدق. قال الإرهابي ما يلبسش نقاب وهو محق في ذلك. تعرفش عليش؟ لأنه أبو عياض اللي لبس النقاب عند عادل العلمي مش إرهابي، وكمال زروق اللي لبس النقاب باش هرب في تقدير عادل العلمي ما هوش إرهابي. الزواز هذوما إيديه ممسخة بدم التوانسة. النقاش السياسي عليه المسكوت عليها وباللخر ومن غير ما نطولك، هي المعركة وين؟ هذا هالوليد يعني بعبارة سي عماد دغيج يوسف الشاهد، الصورة اللي خصومه يحبوا يقدموها أنه متاع النهضة ما يخرجش من جناحه. المنشور اللي خرج هذا وكأنه يوسف الشاهد يقول رأوا أنا كرئيس حكومة ورئيس الإدارة التونسية ناخذ القرارات اللي نقدر فيها مصلحة البلاد بصرف النظر عن التحالف السياسي. تمايز عن حركة النهضة القواعد الخلفية اللي نعرفوهم شكونهم. هذا مرصد الحقوق والحريات اللي تحكي عليه راهو زاد الكلمة كيك يظهر وكأنه منظمة دولية. راهو رئيس أنور ولد علي المحامي اللي هو محامي سلفي. هو معركة تموقع أنه خوف من أنه يوسف الشادي واللي عنده رصيد أنه هو قادر على مواجهة حركة النهضة وخطاب حركة النهضة وقواعدها الخلفية. أما اللي الإجراء هذا واللي يقول أنا مع منع النقاب في الفضاء العام لا آذى المسلمات ولا آذى ربي، وانت آخر شخص تنجم تجي تحكي لنا باسم ربي. نشاركوا معنا عماد غيج وخلي لك الكلمة. لا لا نشاركوا الناس الكل وضد القرآن وضد الفاتحة. سي عادل علمي شاركوا الناس الكل. عندي عماد غيج ووليد جلاد أيضا وضد ما زلت إن شاء الله نقرأ عليك الفاتحة مثالش عما تقراها صادق مع ربي. هذاك الفائده مش انت مش تدخل في قلبي. شوف مش انت مش تدخل في قلبي وبالتالي مش ما عندك حق تتكلم. ما عندك تتحرك تتكلم على سوء المسلمين. راجل يقدس وراه المريض وجيت تكلم مع التوانسه من العار على كل اللي لا 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 مش تولي عقله شخصيه هكا راه مش موضوع. مش موضوع تحكي باسم حتى حد تحكي باسم حزبك. انت ما عندك لعب على الدين الحي ما يهمكش ما يهمكش. تصور مع الصليب هذا صليب وراك المريض معلق عليه. لا 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 الناس تفرش فينا. الناس تفرش فينا ما يفعلش شخصية. حطي في الحدعوم حطي مدعوم من فرنسا وصهاينة حاطينك على قلوبنا. احنا مازلنا توا كشعب تونسي الناس تسمع فينا. مفضلكم مفضلكم مغلاب وليد جليد وليد تخدم تخدم في حزب سياسي اللي مقلقك لا ربي ولا النقاب. انت ما تعرفش ربي ما تعرفش ربي. انا ما نعرفش ربي. تكلم على الصليب اللي تعبت فيه. لا 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 عندنا سادة مشاهدين ربي. لا 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 هنا لنا باش نكفروا ناس. لا حدثني اختك وليد وليد لا لا وليد جلال وليد فضل عادل علمي عادل العلمي من فضلك عادل العلمي لا تنسى اللي يتفرجوا فينا. تو نقول لك سؤال قدس تفضل وليد جلال من فضلكم من فضلكم من فضلكم. وانا نقول لك في الواقع وليد جلال عادل العلمي عادل العلمي من فضلك خلينا الناس نهداو. تفضل وليد وليد اللحية وعمامة الصليب الدين لحية وعمامة والمريض اللي وراك. لا هكا هكا راهو هكا ما نجمش نكمل النقاش. من فضلكم من فضلكم من فضلكم. لا 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 من فضلكم من فضلكم من فضلكم هكا لا اسمح بمثل هذا النقاش في هذا البلاتو قدام الراي العام. من فضلكم تفضل وليد جلال تفضل ديما تمثل. من فضلك عادل العلمي من فضلك تفضل نهداو من فضلك تفضل. مرحبا. اولا كان هذه صورة على الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق. كان هذه أخلاق متاع مسلم. أخلاق هو ولا من فضلك عادل العلمي من فضلك عادل العلمي عادل العلمي ماهوش بلاتو ماهوش مجال لحسابات شخصية. من فضلك أخلاق متاع مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فسر الدين
كونه ليتنمي ما كان من أخلاق. هذا أخلاق محمد خلي واصل خلي وليد جلال يفضل من فضلكم تفضل وليد. مستواك الحمد لله رب العالمين. عندك مستوى هاك تشوف احترام اللي خيالنا في استهلاك الكلمة تحب تعطي فكرة على الدين. هل هذا يمثل الدين؟ هل هذا يمثل أخلاق المسلمين؟ هو بدأ بآية قرآنية صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا باش نبدأ بالفصل الأول من الدستور. صدق الله العظيم. أنه احنا في دولة مدنية. مسلمة معنا. أنا قلت لك صدق الله العظيم. من فضلك عبد العلمي خليه هو واحنا مفضل. واحنا في دولة مدنية. تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. تحذير تقاوم كيف هو؟ من فضلك هذا من فضلك عبد العلمي راه خليه يحكي على فصل دستوري. بارك الله فيك. من فضلك ما عادش تقص عليه من فضلك في القاعدة مش مرتاح. من فضلك تفضل. هذاك علاش باش نقول لك والجمهورية نظامها. احنا في دولة مدنية. بلادنا حتى حد ما وصي على الدين. كمواطنين توانسة علاقتنا مباشرة بربي. أغلبنا مسلمين 99.99% مسلمين مش حتى حد باش يورينا ديننا وهذا فصل وسكرناه باش بدستور الجمهورية الثانية هذا اللي يربط بين التوانسة الكل هو دستور الجمهورية الثانية اللي يوضح العلاقات بين المواطن ووضح الناس اللي تؤمن بحزب ديني اليوم في الدستور يتعارض مع حرية الضمير اللي يحكي بالدين ويحكي بدولة مدنية ويقدم حقيقته أنا كي قال توجهت للمؤسسة القضائية ويحب يشكي بسيد رئيس الحكومة بارك الله فيك حقه كمواطن كفلهولو دستور هذا اليوم تونس دولة متعرضة للحرب على الإرهاب حرب ضروس ومن بكري مش من تون عنين إجراء ياخذوا السيد رئيس الحكومة لأنه تقديراته كرئيس إدارة كونه فما ناس تستعمل في الحجاب هذا اللباس الديني اللي فيه خلاف كبير فما من يعتبره بدعة نحكيه عن نقاب مش عن الحجاب فئة من المسلمين زاد تعتبره بدعة موجودة احنا مسلمين فعنا ميلال رب من عرش كان السيد هذا يمثل ميلال الكل متاع المسلمين وليد فما فئة تعتبره بدعة هذا ما تدخلش في الجدال هذا اليوم ملنا في الإدارة ندخل بكاجول فضل ندخل بكاجول وندخل اليوم فما ناس تستعمل في الحجاب هذا للتخفي ودخول وللتنقل في بحرية بالتخفي وراء هالنقاب هذا بالتالي قرار شجاع وجريء من سيد رئيس الحكومة وكان ممكن راهو من بكري القرار هذا في انتظار مجلس نواب الشعب يتحمل مسؤوليته ويخرج قانون والإجراءات هذه يكفلها القانون تقصد للفصل 49 في الأماكن أو لرفض في الأماكن العامة حسب الفصل 49 من الدستور في باب الحريات ينجم قرار دستوري في انتظار إصدار قانون ومصادقة عليه كونه إجراء واضح. جاء حماية للأمن القومي عماد دغيش أنت أيضا رفضت القرار هذايا قلت انه فيه ضرب ومس من الحريات خلينا نفهم كيفاش اعتبرتوا تضييق على الحريات وكيفاش لانه يعني تقريبا كي وقت اللي سمعنا به وقت اللي خرج اقرار واجماع في البرلمان التونسي بما فيه من ائتلاف حاكم ومن معارضه حيه والقرار والامر الحكومي هذايا يعني وكانه هوني انت توجه نفس الاتهام للبرلمان ككل بالائتلاف نتاعو وبالمعارضه نتاعو بسم الله الرحمن الرحيم أولا احنا في ائتلاف الكرامة عندنا مبدأ واضح لكل التونسيين اللي هو شنو مبدأ الكرامة والكرامة تشملها الحرية اليوم تونس الثورة تونس العطات الدم تونس الضحات من أجل رجال منيش باش نحكي أنا من جانب ديني منيش مختص في الشيء هذايا واجب ولا مش واجب ولا فرض ومش فرض ما يعني لي حتى شيء هذايا ولكن ما يعني لي أن هناك تونسيات اخترنا باش يلبسوا النقاب لست مع النقاب ولكن مع حق المنتقبات في أنه يلبسها مثل ما شئنا اليوم عدنا توانسة من أول الدنيا في غمراسة وفي مطماطة وفي الجنوب التوى حتى واحد ما يعرف الوجه بتاعها
ما نجيوش نقولوا لها باش تمشي الإدارة، أنت تكشف الوجه بتاعها. في تونس اليوم اللي اختارت باش تتعرى هي حرة، اللي اختارت باش تلبس النقاب هي حرة. ما نجيش تستغل 2019 سنة انتخابية باش نبدا نزايد على التوانسة وباش نبدا نعطي في التصوير للغرب باني انا الحداثي وانا نمثل الدولة المدنية. بل مثل هذه القرارات هي قرارات لا تتخذ الا في الدول الرجعية، امريكا، بريطانيا، المانيا، اليابان، كل هذه الدول فيها النقاب. مستحيل يتدخلوا في الحريات الفردية للاشخاص، لانها دول تحترم الشعوب بتاعها، تحترم حقوق المواطنين بتاعها. اختار باش يلبس نقاب هو حر. العديد العديد من الدول هذه اللي ذكرتها عماد دغيج واللي تعرضت والضرب وبريطانيا وامريكا واليابان ليس ممنوع فيها النقاب. هذه دول تهرب بين هروب في التقدم، دول تهرب بين هروب في المدنيه بتاعها وفي الحداثه بتاعها. اللي احنا احيانا نتخذوها يعني مثال، اتخذ مثال في النقطة هذه. ما تكونش المثال بتاعنا فرنسا باش نرضيوها، لأنه فرنسا عندها المرض هذا. عندك بلاد تعيش مخاطر إرهابية أيضا عماد دغيج، تهددني أنا، تهددك أنت، تهدد والدتك، تهدد عائلتك، تهدد عائلتي. الإرهابي إذا باش ينفذ العملية بتاعه ماهوش مستحق أنه ينتظر باش يلبس النقاب. وإذا زر المنشور هذا منع النقاب ماهوش الإرهابي في الشعاب اليوم يتحسر وسيخلق بطلة العمليات الإرهابية بتاعه كل. إذا الإرهابي يحب ينفذ عملية راهو بالنقاب أو بغير النقاب. وإحنا اليوم في تونس العمليات الارهابيه الكل تمت ما فيهم حتى واحده بالنقاب. وبوعياض ولا بوتراشكون حتى كيهربوا بالجامعه الفتح ماهوش صحيح هربوا بالنقاب. وما يهمنيش فيهم انا بنقاب ولا غير نقاب، ولكن ما وقعت في تونس حتى عمليه هذا باعتراف وزير الداخليه سابقا اللي عمل عمليه الارهابيه في سوسه شو لابس؟ شورت اللي هنا ومليون نص ما لبسش نقاب. يا سي عماد اللي عمل العمليات الارهابيه في شارع الحبيب بورقيبه ولا لابسين نقاب. مش هذا النقاب، انا اللي هو النقاش اسمح لي انه تونس اليوم ما تقدرش تعمل خطاب كيف ما يحب يتعرى ولا يسمح هو حر. انا معاه ما يجيش اليوم يوسف الشاهد باش يعتبرها السيد تقول ضيعت باباها يدخل فيها. خلينا نفهموا بعض. اتفضل. انت نشرت تدوينه الحقيقه لافت الانتباه، قلت لا للتدخل الظالم لرئيس الحكومه في الحريات الفرديه. هاي حتى توا في حديثك معناها نقيت بنفسك ولو حاولت بعد تعدل الاوتار انك الامر مش مساله دينيه لانك مش متخصص. مانيش متخصص، ما هو الشان بتاعي هذا. انت تدافع على ولا على المنتقب، انت تدافع ودافع على المنتقبات على حق النساء هذم في انه يلبسوا النقاب من باب دفاعك على الحريات الفرديه. فهمتك بالصحيح. واستشهدت بدول مثل ألمانيا وبريطانيا وأمريكا واليابان. الحريات الفردية راهي ماهيش صندوق نختاروا منه اللي يناسبنا واللي ما يناسبناش ما نختاروش. الحريات الفردية فيها حرية الإجهاض، هل تدافع عليها؟ فيها حرية الإفطار في شهر رمضان اللي مجاورك حق التونسي. خليني يحب يفطر في رمضان، خليني نسالك وبعد جاوبني بكامل راحتك. اللي يحب لا سمح لي، اللي السيد اللي بجنبك عامل يعني مراقب لضمائر الناس يدور من قهوه لقهوه. الحريات الفرديه فيها الحريه الجنسيه امورهم، فيها حريه المعتقد. هل وهذا هو سؤالي، هل النجم الراعي عماد دغيج نهار يدافع عن الحقوق الفرديه هذه؟ أكيد ندافع كيما دفاعك عن النقاب. ندافع عن لا مش عن النقاب، ندافع على حق اختيار المرأة بأنها تتنقب حتى عليك ما تحب أمورها. الحقوق الفردية اللي سميتهم أي تدافع عليهم. أنا مع أي إنسان حر في اختياراته ما لم يخالف القانون، ما لم يعتدي على حريات الآخرين. لا لا هذه مهما يكون الإنسان تقول أنت التونسي يحب يفطر. أنا وقتها أقول لك النقاب اعتداء على المجتمع. سامحني سامحني، التونسي اللي يحب يفطر في رمضان مانيش أنا المولى باش نحاسبه ولا باش نجازيه، ولكن أنه يصبح الإفطار مقنن في تونس ونفرض فتح المقاهي. مش مقنن، هذه الحريات الفردية. ها هي الحريات الفردية. مش أنت تختار ولا تختار. قلت له سوق. يا تقبلهم. قلت له سوق. قلت له سوق السيف أنا. ماهيش مشكلتي. ماهيش مشكلتي. اختار بل أدافع عنه إذا اختار هو باش يفطر واليوم الدولة تحب تسومه بالسيف ويلزمك تسيم بالسيف، أنا راه باش ندافع عليه. الدولة. نحكي لك لأنه هنا الدولة هي اللي منعت النقاب. هي منعت حقوق المنتقبات.
هذاك علاش انا كان الدوله اليوم تقول لتوانسه كل فرض عليكم الصيام ولا باش نقطع الرؤوس نتاعكم باش نجي ضد الدوله في القرار هذا. يعني انت لانه الحريات لانه الحريات الحريات الفرديه كي انت تدافع عن الحريات الفرديه تماما علاش تدافع عن الكرامه البشريه هذه على حريه الرؤوس؟ بعيتهم باش يلبسوا استفساري انت ما تبغيش بعيتهم باش يلبسوا استفساري انت هي اش بيه ومات الكل بالسفساري ما احلاها امي كانت من الدار باش تمشي للحنوت الحنوت تقريب 100 متر تلبس هاتي السفساري إيه وين الاشكال اذا وين الاشكال اذا انت تعتبر يعني تعويض النقاب بالسفساري يعني سير غير شو نمنع النقاب غدوه باش نمنعوا السفساري بعد غدوه باش نمنعوا الحجاب وبعد ولينا ندخلوا في الخصوصيات تاع الناس عباد اختارت حب هي اختارت النقاب ما تفرضوش علينا هي النقاب ولا كيك اختارت انت تدافع عن حريات هذه هي تونس اليوم علاش ما دافعش على تقرير حريات كما يحب هو يمنع النقاب راه ثم حالات حالات عنصريه سمعت حالات عنصريه مش مع بعض مش مع بعض مش مع بعض تولد في السبيطار يمنعوها لان هي متقلب هذا يوجع هذا يوجع انت تصور مرتك داخله الفضاء عام مثلا تمنع لسبب ما دون غيرها لانها مثلا في لباس لبس الوالجين فور اكزومبل هذه هي عنصريه هذه جريمه في حق المراه التونسيه جيت وكل موافقه يصبح شان من البرلمانيين او غيرهم وليد جلاد عندك ملاحظه والله نحيي اليوم اكتشفت وجه اخر خويا عماد كونه المدافع على الحقوق والحريات وانا انصح بشرى بالحاج حميده بنت داب عماد معناتها كون زميلها في الدفاع على الحقوق والحريات خلينا نقول لك استشهد سي عماد بامريكا وبالمانيا وبدول واليابانيا والغرب لكن هذو ما عندهمش بل الشعامبي ما عندهمش ناس يحميوه في الارهاب عندهم امريكا عندهم كزوزه ما عندهمش الارهابيين ما عندهمش الارهابيين اللي تحكمت عليهم انت في الايام انت وقت اللي صارت الضربه نتاع في سبتمبر اي ما فيش عماد مش مع بعضنا مش مع بعضنا واحد تفضل وليد باختصار ما عادش عندي برشا وقت سي عبد العلمي ان نشاركوا معنا بالنسبه امريكا ما تعيش في حرب على الارهاب عندها 9 سنوات 8 سنوات وعندها ناس تدعي كلمة بوش وعندها ناس تدعي لاستقطاب الإرهابيين ما عندهاش حدود مع دولة تعيش في حرب كبيرة ضروس ايش ماهيش نفس الأمثلة فرنسا وقت اللي تعرضت لعديد العمليات الإرهابية كدولة أوروبية وعندها وضامنة للحريات فرنسا كان أنت كحقوقي فرنسا ما نجموش نتزايدوا عليها في امور الحريات ممكن وقت اللي تونس فيها معناتها توانسه في تونس ما نجموش يلبسوا الحجاب في فرنسا يلبسوا في الحجاب معناتها ما نتزايدوش في موضوع كيما هكا ما نتزايدوش في موضوع كيما هكا اليوم فرنسا وقت اللي تعرضت لعديد العمليات الارهابيه اصدرت وهل النقاب يمنع العمليات الارهابيه؟ اصدرت القانون كيما هذا وقت اللي ولاوا الارهابيين هل النقاب يمنع العمليات الارهابيه؟ عماد انا جاي وقت اللي فما سياسة أخرى للإرهابيين بالأحزمة الناسفة ولات فما ما كانش فما الأحزمة الناسفة ولات اليوم تقارير أمنية ما نفسش ندخلوا في في, في 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 اختصاصات الأمنيين وقت اللي فما ولات أحزمة ناسفة وتفجيرات بالأحزمة الناسفة كونه على رجل الدولة أن يستبق ويكون عنده نظرة استشرافية كمؤسسة أمنية وكرئيس الإدارة حر كونه باش يحمي بلاده مع الامن القومي حمايه للامن القومي في انتظار قرار غبي سامحني قرار غبي لانه باش تحارب الارهاب مش بمنع الارهاب بل لهنا انت تصنع في ارهاب وصلت على الارهاب ضرب الحريات ضرب الحريات مقابله هو وصل على الارهاب غبي هو غباء في حد ذاته لا 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 وصف هو القرار الغباء وصف القرار لا احنا تعلمنا الغبي هو الغباء في حد ذاته وكل من وافق على القانون هذا يزيد عنده نفس الصفه هذه تقدم قدم نفسك انت على الحريات اليوم انت كنت مانع الحريات ونعرف اللي هي اعطيني شو مانع اعطيني شعبك انت انت اعطيني شعبك وبالدليل بالملموس عرفت نقول لك حاجه انت وقت الثوره اي مازلنا في الثوره والحمد لله نصبت نفسك لا وقت اندلاع الثوره نصبت نفسك حامي للثوره
وثورة كلها حقوق كلها كرامة نحن رجال تاع الميدان نحن الأحجار والكرتوش والغاز نحن اللي تصدينا نحن اللي قال علينا من علينا كان ساق على الكرتاش هرب هذه رجال يهربوا من علينا وليد باش اليوم وليد تتكلم شجاعة باش اليوم وليد تتكلم الرجال وتحكي معاهم احنا هذي باش تعرفنا نحن باش كان الثورة ونحن باش خلينا ننسوا لا 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 نجيب على أي حد.